شي قريب مني فيا قوم ابعدي بعدي خلك يا بوي الله كيف خلق خلق اعوذ بالله اعوذ بالله شفت نار الفرن وهي قايده فيكم قولي ورايا يا شيماء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد خفاف الحمول الله شايل همومك وسارح في بلاد الله تجلد حمولك وخفاف الحمول الله لو النهار انصافك اللي المخبي لك كأنه لا يعرفك ولا كان في يوم ليلك ولا كان في يوم ولا كان في يوم ليلك ومن بلاد لبلاد ومن عباد لعباد دنيا الفرح والحزن ملهمش فيها معاد ومن بلاد لبلاد ومن عباد لعباد دنيا الفرح والحزن ملهمش فيها معاد اللي في نصيبك شمس أو ظلة اللي في نصيبك يصيبك شمس أو ظلة احنا هودناكي روحنا معاكي ودينا
علامة استفهام. ومن بلاد لبلاد ومن عباد لعباد، دنيا الفرح والحزن ملهمش فيها معاد. من بلاد لبلاد ومن عباد لعباد، دنيا الفرح والحزن اصبر مع الصابرين عالحلوة والمرة، واصبر على الظالمين لكل يوم بكرة. واليتم دمع وضعف، كيف دانت لضعفك الأقوياء. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. يا الله يا الله يا محمد رضي الله عنك، يا محمد صلى الله عليك وسلم، يا محمد يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا قضاء وقدر ولا مفر، لابد من تمحيص أجيال البشر. حتى إذا الليل اعتكر واستهول الركب السفر، لاح القمر، لابد أن يستنفذ الليل دجاه، لابد أن يستوفي البغي مداه. ورغم فقد النور في كل اتجاه، كانت يمين الله تدني للورى طوق النجاة. محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، طوق النجاة للحياة، طوق النجاة للحياة، طوق النجاة للإنسان، طوق النجاة للإنسان، رحمة الله للعالمين. يا الله
الله يا الله سبحان الله سبحان الله. وقف عندك يا زلمة، انت مش قلت هتنزل خميم؟ اجرتك واخدتها، ملكاش صالح انت. وقف. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين صدق الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ واحد من عباد الله. خير؟ عاوز إيه وجاي لمين؟ قلت لك واحد من عباد الله، لا أعرف حد هنا ولا لي مصلحة بحد. هتدوني شاي ولا أروح لحالي؟ وماشي كده في انصاص الليالي وما خايفش؟ انا متوكل على ربنا، اخاف من ايه وعلى ايه؟ صح، كلنا متوكلين على ربنا. جرب جرب، ده في يدك، اديله كوبايه شاي يا ابو عمو. صدق كتر خيرك. لا لا ماليش فيه يا ابو عمو. هنعمل ايه يا حج؟ العمل عمل ربنا يا حجة، مفيش في ايدينا حاجة نعملها. الحكماء بحر ومجبل شافوه، قلت عين لفينا بيه شرقة وغربة وبرضه ما فيش فايدة. قم بينا يا بوي، أنا حلفت بالله لأنت مبيت عندي الليلة دي. حلفت قبلك وخلصنا خلاص، يلا توكل على الله، خلونا ناخد لنا غفوة. طب حلفان على حلفانك. والله ما تحلف. كتر خيركم، كرمكم زايد. طيب الحكاية كلها ساعتين على الفجر يعني مش مستاهله. يعني لا راضي تقول لنا انت منين ولا رايح فين ولا حتى راضي تقول لنا على اسمك. اسمي خلف، خلف الله. عاشت لسامي، وانا غرابلي، ودول ولد عمي فرج ودغار. زين الرجال، تصبح على خير. عايز حاجه قبل ما نمشي يا خلف الله؟ انتوا ما يلزمكمش حاجه. يلزمكم الستر، وانا هدعي ربنا يسترها معنا جميعا. امين يا رب. امين. تصبح على خير يا خلف الله. انت من اهل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حول الله يا ربي، العمدة رجع بالولد، واحنا قلنا ربنا هيكتب له الشفا ببركة سيدنا النبي. الله يكون في عونك يا حاج، لا حكم نفع ولا مشايخ. طارق ده ولد موت من يومه. طبعا أعوذ بالله من فلك السم يا شيخ، ليه هتقول كده؟ اعفي عنه،
عافي عنه يا كريم. آه يا زمن وآه قال لي الزمان انت مين؟ انا قلت عبد الله اداني ربي أمانة شلتها في سرة سرقوها مني العباد أنا قلت خلف الله واللي يضيع النهاردة يلتقوه بكرة يا زمن أهو زي ما رحنا زي ما جينا. استغفر الله العظيم يا رب. الولد عيروح مني مش عارفة أعمل إيه. والله يا خيتي عدعيله ليل ونهار. فين؟ في أسيوط؟ مشايخ تاني؟ لا أنا لا رايحة ولا جاية. كلهم زي بعضيهم. محدش عارف الوجيعة فين ونجيبه منين خلف دي. وعتقولي مالوش مطرح؟ أسأل مين؟ كتر خيرك يا خيتي. ربنا يتولاه. مع السلامة. هتكلم مين؟ دي خيتي. هتسأل عملنا إيه؟ وهتقولك على شيخ تاني؟ ايوه هتقول عليه بتاع ربنا بس محدش عارف له مطرح كل يوم في بلد. واسمه ايه الشيخ ده؟ خلف الله. هتسال عليه؟ نساله. ربنا يعفو عنه ان شاء الله. أنا ما مصدقش اللي هتقولوه ده. الشيخ خلف الله كان هنا ليلة امبارح. كيف؟ إحنا لقيناه داخل علينا بعد العشاء وقاعد معانا وروحنا وسبناه بقيت مطرح وما كانش راضي يقول على اسمه ولا رايح فين ولا حتى جاي منين. يمكن ما يكونش هو. لا هو. ما شفتش عينيه عاملة كيه؟ ما تقدرش والله العظيم يا عم الحاج تبص فيه تتنفض على طول. يا أبوي على المعر ده رجل غلبان وعلى باب الله غرب لي بس اللي قلبه خفيف. ايه امال هنفضل طول النهار نقول هو ولا مش هو لما الراجل يروح كده ولا كده؟ يلا يا امو هات الراجل وتعال يلا. اها ده الكلام ده الشاي روحوا اياهم يا اخي. هنلقاه مطرحه. ما يمكن مشى حتى من شارقه. الحاج متعلق بقشاه يا ولد عمي. خلي عينك على الطريق وخلاص. احنا برضه ما تحققناش منه في الضلمه. Thank you.
تفشي، العربيات كلها واقفة، تلقى في كمين قدام ولا حاجة. يوه وهو ده وقته. في ايه قدام يا ولد العم؟ في حادثة عربية انقلبت بكتي. وفي حد عايش؟ هيقول عائلة صغيرة. معودين ليه؟ حادث على الطريق؟ طب تعالوا. هقول ايه يعني؟ الامر لله، على السلامة. يعني يبقى جاي لحد عندنا وما عارفين ايش نجمعه؟ ربنا وحده اللي يعلم اذا كان هو ولا مش هو يا حجة. يا عم الحاج، يا عم الحاج، عاوز ايه يا شمندي؟ واحد هيقول اسمه الشيخ خلف الله. هو يا حج. استني بس يا حجة، خلف الله مين يا شمندي؟ ما نعرفوش يا حاج. تقول له امشي. لا استنى، الشيخ خلف جاي من نفسه يا حج. استنى يا حجة لما نتوكد. انا متوكدة، قلبي هيقول لي انه هو. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. اسمع يا عمده، فيه بنت صغيره اهلها راحوا في حادثه، حتموت لو ما لحقناهاش، لازم حد يوديها المستشفى. البنت دي لو جرى لها حاجه ولدك ما تكملش. يا سيدنا صيق عليك النبي، يلا يا حاج يلا الحق يا جوامع من المعروف. حاضر حاضر حاضر. ها ها. الو ايوه ده غار. فين انت؟ لا ارجع، هقول لك اسمع الكلام اللي هقول لك عليه. خد البنت وديها المستشفى، البنت اللي قلت لي عليها زي ما قلت لك، وديها المستشفى وانا هكلم الدكتور عشان يعمل اللازم. يلا وانا على طول مسافة السكة وهحصلك. على السلامة. تفضل يا سيدنا تفضل. بسم الله. بيتك ومطرحك. تعال يا شمندي. أقول لك يا حجة، مسافة السكة، هوصل أطمن على البنت وأرجع على طول. ها بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. ايوه يا دكتور، هي جايه في الطريق. اعمل اللي ربنا يقدرك عليه يا حياه ابوك. ايوه بنت، ما بتصدقش ليه؟ ربنا يخليك يا دكتور، ما تخليش من جهتك حاجه. لو عايزه ننقلها مصر انقلوها، وانا جاي على الطريق على طول. على السلامه. لم شويه تفهم مع الصفه.
تيه وحزنيه والعمدة فيه ولا فيه؟ انت مخك تخلي عقول لك العمدة كان عايتكلم على البيت زي ما تكون بيته وكان كلامه كله مخربط. انت تعرف منين ان هي دي البنت؟ هي دي العربية اللي دغر قطارها من مطرح الحادثة. اشرب يا حاج. انا ما عارفاش ايه اللي جرالي، لقيت جسمي سايب ورجلي ما شايلانيش. والله وانا كمان يا حاج اول ما شفته كنت هغمر، الرجل ده عامل زي المارد. وانت كنت شفت المارد قبل كده؟ لحد دلوقتي ما مصدقاش اللي هيحصل. احنا نقعد ندور عليه وهو ياجي يخبط علينا؟ عرفنا منين؟ وعرف قط الواد من غير ما حد يقول له كيه؟ الناس دول يا حاجه مكشوف عنهم الحجاب، هيسمعوا وهينظروا حاجات كتير. الجن اللي مسخرينه يا حاجه بيدلهم على حاجات كتير. اللهم احفظنا استرها يا رب. قوم يا بنت طلي عليه شوفيه هيعمل ايه ولا هتخافي. انا لا اخاف من جن ولا عفاريت. والله يا حاجه البنت دي مخاوياه وهتكلمهم كمان. امال هي جوزها هج منها ليه؟ عشان طلعوا له. ألف حمد وشكر ليك يا رب، ألف حمد وشكر. الحمد لله، الحمد إن شاء الله حيغفى عمده، حتفرح فيه. فرح عليكم. إن شاء الله. هيك. أنا سمعت إن الشيخ خلف ده له كرامات كتير قوي وما هياخدش مللي معمر من حد. يا بخته إن الشيخ خلف يخطي عتبة بيته. إن شاء الله يبقى زي الفل على إيدين الرجل دي. ما شفتيش وشه منور كيه؟ يا رب. الحاج يا بنت. عملت ايه البت؟ طمن يا حجة البت مليحة. عقبال ما نشوف طارق يا حج. ان شاء الله يا حجة ان شاء الله. انا لا شفت ولا حشوف حد زي سيدنا من ساعة ما شفته ما عرفاش اتلم على جدتي. الله اكبر الله اكبر. هو لسه في ناس صالحة ومبروكة كده؟ مال يا حجة مال الكون ما شاء الله لسه عمران. أنا حاسة إن الغمة هتنزاح والواد هتتكتب له السلامة بفضل ربنا والشيخ خلف الله. عشمنا في الله كبير. قولي لي هو ما طلعش لحد دلوقتي؟ ولا فتح الباب ولا حد قدر يطلع الدور كله. إحنا قاعدين تحت والناس زي ما شفت كده برا قاعدين هيدعوا له. ربنا يكرمه بحق جاه النبي. الوكل زي ما هو. عقلي هيشت مني. الراجل اللي ثلاث ايام قفل على نفسه وعلى ولدي. عايز اطمن على ولدي يا ناس.
هو كيع يقعد ده كله لا واكل ولا شرب؟ يا ست هو حر في روحه، ما ينفعش الحديد ده. استهدى بالله يا حاج، احنا صبرنا كتير وعشمنا في ربنا كبير، وادي يكون جراله حاجه والراجل ده نايم فوق وعمال يشخر كمان. لا انا لازم اطلع اشوف ايه الحكايه. سايق عليك النبي، اصبر شويه، استهدى بالله كده، تعال اقعد. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم يا رب، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم يا رب. ليه بس كده يا رب ليه؟ ما تعملش في نفسك كده مال، ده امتحان من ربنا يا حاج، وان شاء الله فرجه قريب. والله والله ما كانت ناقصه خلاف الله ولا عوض الله. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. إذا مرضت فهو يشفين. الذي يميتني ثم يحييني، الذي يميتني ثم يحييني، الذي يميتني ثم يحييني. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. خلف ده طلع نصاب بكره، وبكره تقولوا فرج جالها. الراجل ده حد مفطمه على موضوع طارق، ودخل علينا وعلى الحاج على انه ولي وهيلعب العفاريت. لفنا كلنا وبلف الحاج وخلاه زي الختم في صباع الخنصر ده. ابن المركوب، وبكره تشوفه، بكره يخرج من الاوضه اللي حابس نفسه فيها دي وينهف من الحش باكو. باكو ايه؟ اقل لها 30 40 باكو. اقل لها 30 40 باكو، ويعمل الحج سليوه، وكل يوم والتاني عينط. حتى لو كلامك ده طلع صح، والله ما سيبه الا مقطع فرطه. Thank you.
الورود لها حزان، حتى المطر دمع سحابا. وقل لي ايه يرضي الانسان واحنا ملايكة على ثيابة، دنيا واخدانا معاها مشيانا على هواها، نضحك ساعات على اللي جاري لنا وساعات تمزعنا الخيابة.